بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أبناء وبنات طلاب الفرقة الأولى كلية الصيدلة فارم دي. وحشتونا كتير والله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على جزئية بسيطة، ودي تقريبا آخر جزئية عندنا. عن بقية هنتكلم، هنكمل اللي هما إيه اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هما بنسميهم الباي برودكت اوف ميتابوليزم أو من الإرجاستيك سيل كونتينتس. فالجلايكوسايدز دي يمكن احنا كنا بنتكلم عنها كده على حاجات على فترات في المحاضرات. بنقول ان الجلايكوسايد من اسمه كده جلايكوسايدز، يعني كومباوندز بيتكونوا من شقين. خلاص، شق بيبقى فيه شوجر بارت، تمام، والجزء الثاني بسميه نون شوجر بارت، او بيسموه جلايكون اللي هو الشوجر بارت، او اجلايكون خلاص، او كربوهيدريت بارتس ونان كربوهيدريت بارتس. يعني لو انا عندي حرقه بنزين وفيها او اتش، دي بسميها فينوليك او اتش. لما تروح ماسكه في الفينوليك او اتش دي، مثلا اي كربوهيدريت مولكيول زي الجلوكوز او الفركتوز او اكتر من جزيء من الكربوهيدريتس، ففي هذه الحاله الاستراكشر ده بسميه ايه؟ بسميه جلايكوسايدز. زي ما قلت لك، او بسميه اجلايكون، تمام، اللي هو النان شوجر بارت. يعني هي اكتر من اسم. المهم ان ايه، جزئين بيتحدوا مع بعض من خلال رابطه بتربطهم في النص. الرابطه دي ممكن تكون على حسب النوع، ممكن تكون او، وده اللي هو اكتر حاجه مشهوره. يعني ايه؟ هيكون في اجلايكون، اي بقى اجلايكون، واو، وبعد كده شوجر بارت. شوجر بارت زي ما قلت لك ممكن يكون اكتر من نوع من انواع الشجر. يعني ممكن يكون ايه؟ جلوكوز، وماسك في الجلوكوز كمان مولكيول تاني من الجلوكوز، يبقى اتنين جلوكوز، او جلوكوز مثلا ورامنوز، يبقى اتنين برضه، تو تايبس اوف ايه اوف شجر، او تو تايبس اوف كربوهيدرات. يبقى ده شجر بارت اسمه اجلايكون، والشجر بارت بسميه ايه؟ جلايكون. عارفين ا بتنفي، فكلمه جلايكون يعني تساوي كربوهيدرات او تساوي شجر. الفلافونويدز احنا اتفقنا ان دي عبارة عن بتبقى لارج جروب من ناتشرال كيرينج سبستانس، وليها استخدامات كتيرة جدا جدا جدا، والنيتشر بتاعتها بتبقى فينوليك. يعني ايه فينوليك؟ يعني فيها اكتر من اروماتيك رينج وعليها او اتش جروب، تمام. طيب، وهي المسؤولة عن البيجمنت، او هي البيجمنت الموجودة داخل النبات. يعني ايه بيجمنت؟ يعني ليه بنشوف بعض الازهار لونها بنفسجي ولونها ابيض، وفي ازهار لونها اصفر، وفي ازهار لونها، يعني كل الالوان بنلاقيها في الزهرة، وبنلاقيها احيانا كمان في الفروتس. يعني احيانا بنلاقي في فروتس لونها ازرق، وفي فروتس لونها مثلا مزركش اكتر من لون، وفي فروتس او ثمار بتبقى لونها احمر او اصفر. يعني ده كلها ايه اللي بيتحكم فيها؟ وجود نوع معين من انواع الفلافونويدز. خلاص، يبقى الفلافونويدز هي المسؤولة عن البيجمنتس، او بيسموها بلانت بيجمنتس. والفلافونويدز ليها ستراكشر كده لما نيجي عليه كده ان شاء الله. كومون بنسميه، او بنسميها سي 15 سكيلتون. يعني ايه؟ يعني البيزك سكيلتون، اللي هو الاجلايكون بيتكون من 15 كربونه. توزيعتهم بتبقى ليهم سكيلتون، يعني ايه؟ بيبقى في الاول في 6 بيسموه سي 6 سي 3 سي 6 خلاص، او هما في 2 بنزين رينجز، وفي النص ماسكاهم كده ايه حاجه بيسموها بيران رينج او سي 3 رينج. اوكي، طبعا البايسينثيتك اوريجين ده مش مشكله. هو بيقول لك ان واحده في البنزين رينج بتبقى جايه من الشيكيميك اسيد باس واي، ده هتدافع عمليه البايوسينثيسز. اتفقنا يعني ايه بايوسينثيسز؟ يعني ازاي، هاو ذا بلانت كان سينثيسايز ذيس برودكتس. احنا بنقول للبلانتس ده في الكالويدز، طبعا صنعهم ازاي؟ اتفقنا، قلنا من الامينو اسيد. يبقى هنا الفلافونويد بيجوا من تو باس وايز، واحدة بيسموها الشيكيميك اسيد باس واي، ده اللي هو رينج بي، والرينج التاني رينج ايه بتبقى جاية من الاسيتيت باس واي،
وبعد كده بيمسكوا في بعض او بيقفلوا في بعض عن طريق حاجه بيسموها البوليكيتايد. طبعا عشان تفهم الكلام اللي احنا قلناه ده، طبعا هي ليها اكتر من سكيلتون، او سوري سكيلتون واحد كلهم هم زي ما احنا شايفين، ادي السي 6 وادي السي 3، ادي واحده ادي اتنين ادي تلاته وادي ايه السي 6 التانيه، دي بسميها الرينج A ودي الرينج B. هنا نفس القصه، ادي سي 6 سي 3 سي 6، هنا نفس القصه برضه. طب امال ايه الفرق بين الفلافون والفلافونول والفلافان فلافانونول؟ طبعا اللي هو ايه، هنا مثلا هنلاقي في دبل بوند في الوضع رقم 2، ادي 2 3 في وضع، هنا في الوضع رقم 3 في او اتش، يعني هو هو ده بس في او اتش، هنا في او اتش بس ما فيش دبل بوند، عشان كده سميناه فلافانونول. لما الرنج بتتحرك من البوزيشن 2 في بوزيشن 3 دي بنسميها ايزوفلافون، لما الرنج اللي في النص دي تبقى اوبن ومفيش اكسجين فبنسميها تشالكون. لما بيحصل هنا ري ارانجمنت في الاستراكشر بتاع البيران رينج وبيدينا حاجه بنسميها الايرون. طبعا الفلافونويدز بتبقى وايدلي ديستريبيوتد في النيتشر او في البلانتس عموما، تمام، يعني في الغالب في الغالب يعني ما تلاقيش نبات ما فيهوش فلافونويدز، تبقى يعني ايه نادر جدا لما بيكون ايه النبات ما فيهوش فلافونويدز، ولكن في بعض الفاميليز بيبقى فيها الفلافونويد موجود بكميات كبيره زي مثلا الليجيمونوزي او الروتيسي او الميرتيسي والروبيسي، كل دول بيبقى فيهم ايه الفلافونويدز بكميات كتيره خلاص. طبعا بيبقى موجود في الغالب في كل البارتس، ولكن طبعا اكتر جزئين بيبقى موجود فيهم اللي هما ايه الليفز دايما والفلاورز، ولكن احيانا بيكون موجود في الروت وفي البارك وفي الفروتس وفي السيدز. بروبرتيز اوف فلافونويدز، فلافونويد جلايكوسايد، يبقى احنا دلوقتي عندنا حاجتين، حاجه اسمها فلافونويد اجلايكون اللي هو ايه اللي هو زي ما احنا شفنا في السلايد اللي فيها الاستراكشرات دي، اللي هو فيه ايه في سكيلتون اللي هو سي 6 سي 3 سي 6 وفيها او اتش وماسكه فيها مثلا شوجر خلاص، ده اسمه جلايكوسايد. طيب لو ما كانتش من غير الشوجر، يعني حصل هيدروليسيس مثلا وشلنا الشوجر منها فاصبحت اسمها ايه اجلايكون. فالفلافونويد جلايكوسايد هنا بيبقى جنرالي سوليبل ان ووتر اند الكحول، وطالما احنا اتفقنا طالما حاجه بتدوب في الميه وفي الالكحول فبتبقى انسولوبل ان كلوروفورم اند ايثر، لان دول بيبقوا ايه عكس الميه، بيبقوا ان بيسموهم انا ايه الاورجانيك سولفنت. الاجلايكون بس يعني من غير ما يكون ماسك فيه شوجر، يعني فلافونويد اجلايكونز بيبقى ايه بقى سلايتلي سولوبل ان ووتر، تمام، ولكن بيبقى سولوبل ان ايثر، يعني عكس مين؟ عكس الجلايكوسايدز خلاص. طيب لما تكون الفلافونويدز بقى بتدوب في الالكوهول بتدينا يلو كلر، اوكي اليلو كلر ده لما بتضيف عليه الكالي زي البوتاسيوم هيدروكسايد، تمام، بيحصل ايه انتنسيفايد الكلر، يعني ايه يعني الكلر ده بيزيد، هي اوريدي لونها اصفر. طيب لما بحط لها انا اي الكالي زي البوتاسيوم هيدروكسايد او الالومنيوم هيدروكسايد بيحصل ايه اللون الاصفر ده تلاقيه زاد بقى انتنس خلاص. ممكن ايه يحصل لها بريسبيتيشن من الالكوهوليك سوليوشن عن طريق اديشن اوف ليد سولتس. اتفقنا ان الفلافونويدز بعتبرها انا ايه فينوليك، لان هتلاقي فيه في الغالب او اتش في البنزين رينج A والبنزين رينج B خلاص. الفلافونويدز كونتين كونجوجيتد اروماتيك سيستم زي ما احنا شايفين، يعني في اروماتيك سيستم وفي كونجوجيشن كمان، يعني في ايه سنجل بوند دبل بوند في البنزين رينج الاولانيه، وبعد كده في برضه سنجل بوند دبل بوند في البيران رينج اللي هي في النص اللي فيها اكسجين وكربونايل، وفي كمان ايه كونجوجيشن سيستم في الرينج الثانيه الاخيره اللي هي يعني ده اليمين فوق. ف الكونجوجيت سيستم ده بيديها طبعا ايه ليها ابزوربشن باندز في اليو في، اوكي اند فيزيبل ريجون اوف سبيكترا، يعني لما تيجي تقيسها داخل اليو في سبكتروفوتومتري هتلاقي فيها ايه فيها تو باندز واضحين جدا، واحده للرينج ايه وواحده للرينج ايه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أبناء وبنات طلاب الفرقة الأولى كلية الصيدلة فارم دي. وحشتونا كتير والله. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على جزئية بسيطة، ودي تقريبا آخر جزئية عندنا. عن بقية هنتكلم، هنكمل اللي هما إيه اللي إحنا اتفقنا عليهم، اللي هما بنسميهم الباي برودكت أوف ميتابوليزم أو من الإرجاستيك سيل كونتينتس. فالجلايكوسايدز دي يمكن احنا كنا طبعا احنا اتفقنا ان الفلافونويدز ممكن تكون موجوده على هيئه او جلايكوسايد، زي ما اتكلمنا جنرالي عن الجلايكوسايد. جلايكوسايد زي ما احنا قلنا خدناها في المحاضره، ان ممكن تكون موجوده على هيئه او جلايكوسايد، ممكن تكون اس جلايكوسايد. انا بتكلم عن الجلايكوسايد عموما، او ان جلايكوسايد، او السي جلايكوسايد الاخيره. وقلنا احنا السي جلايكوسايد من ضمن الحاجات بتاعتها انها ما بيحصل لهاش هيدروليسيز بسهوله زي الاذر تايب، لازم بتبقى محتاجه سبيشال كونديشن زي ما سميها الايه الاوكسيديتيف هيدروليسيز، ان انت بتضيف فيروكلورايد زي الاتش سي ال. تمام، انما الاذر تايب بتضيف اتش سي ال بس يحصل هيدروليسيز لمين؟ ل الجلايكوسايد لينك. الفلافونويد او جلايكوسايد زي ما احنا شايفين كمثال، احنا انا مش هطالبك تحفظ استراكشرات دلوقتي. هنا مثلا ده استراكشر اسمه الروتين. الروتين ده موجود في الصيدليه في اقراص اسمها الروتين سي اقراص، وحاجه اسمها الدايوسيد سي اقراص، وحاجه اسمها الروتا سي اقراص. بيستخدموا طبعا كلهم تو ستوب بليدنج، اللي هو بيوقف النزيف، سواء كان نزيف يعني اي نوع من انواع النزيف. نلاحظ هنا ايه؟ زي ما احنا شايفين ادي جزء لحد الاو هنا، ده اللي هو الجزء ده كده اسمه ايه؟ الاجلايكون. نلاحظ ان هي في اكتر من فينوليك او اتش جروب، ادي واحده وادي واحده وادي واحده وادي واحده، وهنا المفروض يعني مش فينوليك ولكن موجود اهو. هنا في كام شوجر ماسك في الروتين؟ رامنوز خلاص وجلوكوز، يبقى اتنين. التو شوجرز دول ليهم اسم تاني اسمهم ايه؟ اسمهم ريتونوزايد. اوكي، طيب انا لو عملت بارشال اسيد هيدروليسيس او انزيماتيك هيدروليسيس، احنا اتفقنا ان الانزيماتيك هيدروليسيس بتعمل ايه؟ بتعمل ريموفال للتيرمينال شوجر او البارشال اسيد هيدروليسيس. هشيل الجلوكوز، اوكي، هيدينا نيو ستراكشر اللي هو بسميه ايه؟ كوارسيترين. كوارسيترين والكوارسيترين هو عبارة عن ايه؟ الروتين. انا شلت منه مين؟ جلوكوز. طيب اشيل الجلوكوز ازاي؟ عن طريق اما حاجتين، انزيماتيك هيدروليسيس او بارشال اسيد هيدروليسيس. طيب لو عملت كومبليت اسيد هيدروليسيس هيروح فاصل لي الشوجر بارت ده عن النان شوجر بارت او الاجلايكون، وهيديني الاجلايكون بتاعي اللي هو بيسميه ايه؟ كوارسيتين. كويس، يبقى الكوارسيتين عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاجلايكون اوف روتين. تمام، فاهمين النقطة دي؟ يبقى لازم نفرق بين حاجتين، الانزيماتيك هيدروليسيس والاسيد هيدروليسيس. الانزيماتيك هيدروليسيس ده بيعمل لي ايه بقى؟ ستيب وايز هيدروليسيس، يعني بيشيل لو عندي اكتر من شوجر ماسكين في بعض هيشيل لي واحد واحد، وان وان باي وان. انما الكومبليت اسيد هيدروليسيس هيشيل يفصلهم عن بعض خالص. خلاص، انما البارشل اسيد هيدروليسيس نفسه ايه؟ نفس التاثير بتاع مين؟ بتاع الانزيماتيك هيدروليسيس. ده مثلا استراكشر تاني اللي هو فلافونويد سي جلايكوسايد. هنا زي ما احنا شايفين الشوجر بارت اللي هو ده ماسك في الكربون رقم 8. احنا لما نيجي نعمل نمبرنج بعد من اول هنا كده 1 2 3 4، بعد كده بسيب دول ده واعمل 5 6 7 8 ادي 9 وادي 10، ده النمبر بتاعها. طبعا واحد يقول لي طب الرينج دي برقمها ازاي؟ برقمها من اول هنا كده، بقول 1 داش 2 داش 3 داش 4 داش 5 داش 6 داش، عشان ايه؟ ما ينفعش اقول 1 لان هنا اوريدي موجود ال 1. طيب يبقى هنا الفلافونويد سي جلايكوسايد الشوجر بارت نلاحظ ان هي متحده دايركتلي عن طريق مين؟ اهو عن طريق الكربون بتاع الاجلايكون. يبقى بسميها ايه؟ كربون كربون بوند. ادي كربون رقم واحد، تمام، بتاعت الشجر ده ماسكه من الكربون رقم 8 بتاع ده.
طيب اتفقنا ان النوع ده من انواع الجلايكوسايد نوت ايزلي هيدرولايزد، ولكن بيحتاج اوكسيديتيف هيدروليسيس او اوكسيدايزنج ايجنت زي الفيرو كلورايد ان اديشن تو اسيدز عشان يحصل ايه هيدروليسيس للشوجر او للبوند دي اللي هي الكربون كربون بوند. اوكي طيب بعد كده هنتكلم عن السابونينز. من اسمهم كده السابونينز يعني ال plants which produce persistent frost. persistent frost يعني رغوة دائمة، يعني معنى دائمة يعني ايه؟ يعني بتقعد فترة. يعني انت لما تجيب شوية بودرة او بودر من النبات في مادة السابونينز دي تعمل لها فيجورس شيكينج مع شوية مية، هتلاقي حصل ايه ادانا ايه حوالي 3 سم كده ارتفاع في التست تيوب، عبارة عن ايه؟ عبارة عن persistent frost او رغوة دائمة. طب ايه تاني؟ ادي معنى كلمة فوم، بيعمل لي فوم. الحتة التانية بيعمل هيموليسيس للار بي سيز، يبقى الجلايكوسايد بتعمل هيموليسيس للار بي سيز. اوكي طيب الصابونينز طبعا هي نوع من انواع الجلايكوسايدز خلاص، ونوع مهم جدا. عرفنا يعني ايه جلايكوسايد دلوقتي، مش هنتكلم تاني عن الجلايكوسايد. البلانت ماتيريالز كونتينينج سابونينز هاف لونج بين يوزد ان ماني بارتس اوف ذا وورلد فور ذير ديتيرجنت بروبرتيز. يعني ادي معنى كلمة ديتيرجنت بروبرتيز، يعني كمنظف لطيف بستعمله مع الفاين كلوزز اللي هي الملابس الناعمة زي الحرير والكشمير والحاجات اللي هي ما بتنفعش انا استعمل لها ديتيرجنت عادي او صابون عادي او تمام، عشان اشيل السبوتس او الديرت سبوتس من عليها، فبستخدم فاين ديتيرجنتس اللي هي زي الايه زي ماده بتبقى فيها السابونينز. اوكي طيب هم مثلا زي ما قلت لك الصابونين عشان بتدينا سوب لايك فوم. بعد كده الديمندوم بروبرتيز بتاعتها ان هي الصابونينز بتعمل لي كولويدال سوليوشن ان ووتر. اوكي عشان كده بتعمل فروث ابون شيكينج. طب هي ليه بتعمل الموضوع ده؟ لان قال لك بتقلل السيرفيس تنشن. اوكي لما بتعمل شيكينج بتقلل السيرفيس تنشن، فعشان كده بتبدا تكون لي مين؟ تكون لي الفومينج. عشان كده هما بيحطوها ايه جماعه الاجانب بيدخلوها، بيحطوا نسبة مادة الصابونينز دي في صناعة البيرة. ونلاحظ احنا لما نيجي الواحد يصب البيرة تلاقي حصل في منها ايه، تلاقي في جزء في الكوباية من فوق كده في ايه في فوم، تمام، فهو عشان يدي منظر كده يعني ايه مغري للكوباية هو الواحد هو بيشربوها. يعني البراكتيكال اندستريال زي ما قلت لك بتستخدم ك مالتيفاينج ايجنت، تمام، بتستخدم في الكليننج او الكليننج فعلا اوف الاندستريال اكويبمنت والفاين فابريكس، تمام، وتستخدم كاميلسيفاير. تمام احنا عارفين يعني ايميلسيفاير، يعني حاجه بتعمل لي ايمالشن، يعني ايه بتستخدم كاميلسيفاينج ايجنت. تمام طيب هما بيبقى لهم بيتر اكرايت تيست اللي هم الصابونينز. الدراجز بتحتوي على الصابونينز في الغالب بتديني حاجة بيسموها ستينيتاتوري افكت، او بتعمل اريتيشن للموكس ممبرين بتاعة الايز والنوز، فانت لما تيجي تشمها بيحصل لك حاجة بسميها ايه سنيزنج، يعني بتعطس خلاص. طب ليه العطس ده بيجي؟ بسبب اللي هو بيعمل اريتيشن للموكس ممبرين بتاعة الايه النوز. الحته الثانيه ان هي زي ما قلت لك لو جبت انت ماده فيها صابونينز وحطيتها على بلط، تمام، هيحصل هيموليسيس للار بي سيز. اوكي عشان كده احنا بنقول عليها ان هي ايه هايلي توكسيك، يعني ما ينفعش انا استخدم ماده فيها صابونينز في صوره ايه صوره انجكشنز. خلاص طيب امال ازاي بتقول انت الكلام ده ازاي تاخدها في يبقى عشان اجي استعملها
لازم استعملها عن طريق الايه الاورالي او عن طريق الماوث. فهنا الصابونينز بيبقى نوعا ما بيبقى ايه هارمليس. خلاص ليه؟ لان هو ما بيحصلوش ابزوربشن كويس من الانتستاينال تراك، و عشان كده زي ما قلت لك يعني ايه، حتى هي غالبا الحاجات اللي فيها صابونينز ما يحبسش استخدامها internally بسبب التوكسيسيتي بتاعتها. خلاص برضه بتبقى توكسيك اكتر للكولد بلادد انيمالز يعني زي الفروجز. تمام many are used as fish poisons يعني ممكن هم يستخدموها كفيش بويزونز عشان يصيدوا بيها ايه بيها السمك. اوكي طيب بيقول لك طب ايه الميكانيزم اللي بيحصل هيدروليسيس بيها للار بي سيز؟ لو ان الريد بلاد سيلز في الوول بتاعها بيبقى فيه ستيرولز اوكي في الممبرين. طيب لما يجي الصابونينز ان كونتاكت مع البلاد سيلز بيحصل ان الصابونينز بتتفاعل مع الستيرولز ده اللي موجود في السيل وول خلاص، وبيعمل له ايه بريسبيتيشن. اوكي فعشان كده بيحصل ايه، بيحصل ان الهيموجلوبين اصبح هيطلع فري، مفيش سيل وول اصبح للخليه للار بي سيز. فهنا طبعا ايه بيحصل هيموليسيز، وتلاقي الهيموجلوبين بدا يطلع بره الخليه الدم الحمراء وفي السراوندنج ميديا. طيب الصابونينز من ضمن الحاجات اللي هي ليها هاي مولوكولار ويت، لان هي بتبقى فيها جلايكون وماسك فيها اكتر من نوع من انواع الشوجرز. تمام بيبقى ماسك ممكن يوصل لحد 10 شوجرز، عشان كده بيبقى لها هاي مولوكولار ويت، وحتى عملية الفصل بتاعت الصابونينز بتبقى نوعا ما صعبة. طيب الصابونينز في نوعين خلاص، في حاجة بيسموها تترا سايكليك ترايتربنويد او بيسموهم سترويدال صابونينز او سترويدال تايب او C27. اوكي طيب والنوع الثاني اللي هو ترايتربنويدال تايب او بيسموهم بنتا سايكليك، من اسمهم كده بنتا سايكليك يعني فيها خمسة سايكلز، او بيسموهم ترايتربنويدز او بيسموهم كمان ايه C30. اوكي C30 طبعا واحدة فيهم بتبقى ايه مور كومون عن التانية. both of these have a glycosidal linkage at C3. اوكي والنبات بيعمل لهم biosynthesis من خلال حاجة بيسموها الميفالونيك اسيد باتوي او الايزوبرين يونس. الايزوبرين يونس يعني C5 كربون، يعني ايه building blocks او حتة بتكون من خمس كربونات. تمام تروح متحدة مع خمس كربونات تانية فبيسمونا دول 10 بيسموهم مونو تيربين. مونو تيربين يروح متحدة مع مونو تيربين تاني يبقوا 20، وال20 يتحدوا مع مونو تيربين تالت تبقى كام؟ تبقى 3. ده الاستراكشر بتاع السترويدال سكيلتون اللي هي فيها C27 اهي، وده الكربونة رقم 3 اللي بتبقى فيها او اتش هنا زي ما اتفقنا، والاو اتش تمسك فيها الشوجرز. نوع البنتا سايكليك ادي 5 سايكل، ادي 1 2 3 4 5 ودول 30 كربونه، وهنا في الوضع رقم 3 بيبقى فيه او اتش اللي بتبقى ماسكه فيها الشوجر بارت. تمام الستيرويدال صابونينز بتبقوا less widely distributed in nature than the pentacyclic triterpenoidal صابونينز. يبقى البنتاسايكليك بتبقى ايه more common in nature. استرويدر الصابونين زي ما احنا قلنا قبل كده ليهم اهمية كبيرة جدا 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 في الفارماسيوتيكال اندستري او في صناعة اللي هي ايه الكومباوندز اللي اوريدي فيها استرويدر نيوكلاس. هي بتستخدم كستارتنج ماتيريالز فور سيمي سينسيسز، واحنا قلنا يعني سيمي سينسيسز اوف ميني important pharmaceutical drugs زي ايه زي 6 هرمونز.
يعني في حاجات كتيرة جدا موجودة زي الكونتراسيبتيف بيلز مثلا، اوكي، او حبوب منع الحمل. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن هرمون، سكس هرمونز، بتبقى موجودة بنسب قليلة جدا. طب هو يصنعها ازاي؟ هو بيجيب الاسترويد ده، السابونينز دي، ويعمل فيها بعض الموديفيكيشن عشان يحصل على الهرمونز اللي هو عايزه. الكورتيزون زي الديكساميثازون، امبولز والحاجات دي كلها برضه نفس القصه. في دايوريتيك ستيرويدز نفس القصه برضه، ايه، فيتامين دي اند كارديجراك. فكل دول عباره عن ايه؟ عباره عن الستارتنج ماتيريالز ليهم، عباره عن استرويدال سابونينز. اوكي، طبعا ده اكزامبل للاسترويدال سابونينز زي ايه؟ زي الدايسجينين. البنتاسايكليك ترايتربينويد سابونينز زي ما قلت لك، ده يعني مور كومون، وبيعملوا فيرزر كلاسيفيكيشن، يعني مش شرط تعرفهم، على حسب الارينجمنت بتاعت الميثايل جروب الموجوده في اخر رينج من فوق على ذاك اليمين، اخر رينج الى الفا امارين وبيتا امارين ولوبيول. التست اوف ايدنتيفيكيشن احنا قلنا في تو تيست، اللي هو الفروث تيست. فروث تيست ده زي ما قلت لك بتدي لك بيرزيستنت فروث او بيرزيستنت فوم وين شيكينج ويز ووتر. والهيموليسيس سيلز لو انت بتجيب 1 مللي من البلد وبتحط عليها زي ما قلت لك سابونينز، بيحصل هنا هيموليسيس للريد بلاد سيلز، وبتدينك ايه، ترانسبيرنت سوليوشنز.